ليس هناك خلل في أن الدولة تقترض حتى تنفذ مشاريع، طالما أن هذه المشاريع على المدى المتوسط لها أثر إيجابي على الاقتصاد، لكن لازم تكون في حدود مقبولة. لا زال باعتقادي أن مستوى الدين في الوقت الحالي في مستويات مقبولة. ليس هناك خلل في أن الدولة تقترض حتى تنفذ مشاريع. قال صندوق النقد الدولي أنه قد يتعين على البحرين أن ترفع أسعار الفائدة لحماية عملتها والحفاظ على الاحتياطات، كما حثها ألا تدع البنك المركزي يقرض الحكومة تجنبا لارتفاع التضخم. وجدد الصندوق في بيان صدر بعد مشاورات سنوية مع حكومة البحرين تحذيراته السابقة بشأن الحاجة الملحة لمزيد من الخطوات لخفض العجز من أجل تحقيق الاستقرار بالمالية العامة للدولة.